السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حيدر السالم من ألمانيا، من محبي وعشاق طيور الزينة وحكم دولي للطائر المالينوا البلجيكي المغرد. تحياتي للجميع. اليوم حبيت أقدم لكم منتج من شركة فيزلاغر، وهذا المنتج اسمه فيرتيفيلت. الفيرتيفيلت هو عبارة عن بودرة، يعني عبارة عن فيتامينات عامة، وخاصة الفيتامين الإي، والفيتامين الإي خاص هو للتلقيح وللطيور المغردة، يعني تساعد الطير على الطير اللي عندكم طير يعني عنده مشاكل بالتغريد او ما عنده القابلية للتغريد، فهذا المنتج راح يعطيكم فعالية كبيرة جدا، فعالية لتهيئ الطير للتغريد او تهيئ الطير لتجهيز الطير ايضا من ناحية الانثى ومن ناحية الذكر. فالمنتج عبارة عن بودرة مثل ما قلنا، هذا ملعقة قياس موجودة في باكيت الفيرتيفيلت وغير باكيتات من المنتجات الفيرزيلاغا، عبارة عن 1 غرام اذا تستخدموه من ناحية الماء او من ناحية الباتيه. من ناحية الباتيه تقدرون تاخذون ملعقتين، يعني 2 غرام على نصف كيلو باتيه، او من ناحية الماء تقدر تستخدمون ملعقتين 2 غرام على نصف لتر من الماء، وتقدرون تطول الطيور بشي يومي. من ناحية الماء يعني تستخدمون الماء إجباري أن تغيرون الماء خلال 24 ساعة، يعني 24 ساعة لازم تغيرون الماء، يعني ماء جديد تطول فرش، لأن الفيتامينات اللي بداخلة راح تكون ضارة للطير ولا 24 ساعة، أو بالأحرى حتى لما ما تكون ضارة أو ضاربة الشمس راح تكون الفيتامينات غير فعالة، فحرامات يعني تستخدم الفيتامين، يعني شو ما يقولك تكبه هيك بالهواء. فأنصح الأخوان إذا تريدون يعني من ناحية التزاوج، قبل ما تزوجون الذكر على الأنثى تطون الذكر على الأنثى، تطون 6 أسابيع قبل التزاوج، 6 أسابيع يوميا تغيير الماء يوميا لهم، ولما تزوجون أو تجمعون الطير أو الذكر على الأنثى تجمعونهم سوية، راح ورا 5 أيام توقفون هذا المنتج، لأن هذا المنتج صراحة فعال وقوي، واحتمال الذكر يسوي لكم مشاكل بالتفريخ، يا يعني اما يضرب لكم البيض او ينتف ريش الانثى، فهذا الشيء صراحه لازم تسوي له كنترول بنفسكم. هذا من ناحيه الماء. او من ناحيه الباتيه ممكن تخلون مثل ما قلت لكم ملعقتين، يعني 2 غرام على نصف كيلو من الباتيه، تستخدموه يا اما يوميا او مرتين بالاسبوع او مره بالاسبوع او ما شابه. انا بالنسبه لي حالي الصراحه انا ما عندي الوقت بان اغير الماء 24 ساعه وكل يوميا اغير الماء، فلهذا اخليه على البذور، البذور مو على الباتي. يعني هذا ان شاء الله بالحلقات القادمه اروي الاخوان ان شاء الله كيف تستخدمون هيك منتجات بودرة تستخدموها على البذور، بحيث تكون فعاله اكثر وتكون الصراحه الفيتامينات اللي داخله نشطه، يعني اول ما ياخذها الطير راح يكون نشطه فيه، يعني تحسون الصراحه الفرق ورا اسبوع او 10 ايام تحسون الفرق، كيف الذكر شلون يكون يغرد او الذكر يكون يعني شلون يقولون حامي، ويكون التلقيح ان شاء الله تعالى خير. السلام عليكم ورحمه الله.